اهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ألوان. كل يوم جديد هو فرصة، كل ساعة جديدة هي فرصة، كل لحظة فرصة، فرصة انك تبدأ، فرصة انك توصل، فرصة انك تقوم وتعيد وتبدأ تاني من جديد، فرصة انك تقاوم، فرصة انك تحصل على اللي تستحقه، فرصة انك تكسب، فرصة انك تنجح. ونجاح البنات يا جماعة ما بيكونش سهل، احنا حوالينا ما بنشوفش غير النتيجة في النهاية خالص، لكن البنت دايما بتشوف صعاب عشان توصل اللي هي عايزاه. دايما بيكون عندها عقبات، عندها صعوبات من طبعا ثقافات المجتمع، عادات وتقاليد، حاجات كتير بتواجهنا اثناء الرحلة اللي احنا بنمشي فيها كبنات عشان نوصل لهدف او حلم. وطبعا واحنا بنتكلم عن النجاح وعن تحقيق الاهداف كان لازم يكون معانا النهارده نموذج للنجاح. زي مين؟ زي صاحبة براند سيلا ستور. سيلا ستور كان براند اونلاين على الفيسبوك، جروب وبيدج، وبعد كده بقى ليه مكان. طبعا الموضوع ده خد وقت كبير جدا عشان يكون موجود. احنا ممكن مننا نشوف منه ان هو حاجة بسيطة وحاجة سهلة، ايه يعني حد بقى ليه مكان بعد ما كان بيشتغل اونلاين؟ ولكن محدش يعرف الصعاب اللي البنت بتمر بيها عشان توصل لهدف معين هي عايزاه. وطبعا نرحب بضيفتنا القمر دعاء سمير. اهلا بيك يا دعاء. حبيبتي ربنا يخليكي، نورتيني النهارده يا دودو. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا دودو. ربنا يخليك. انا عايزاكم بس احنا قبل الهوا احنا اتصاحبنا وكلنا وشربنا والدنيا بقت تمام وخلاص، يعني انا ودعاء بقينا صحاب. حبيبتي والله مش عارفه. قولي لي بقى يا دعاء، قصه نجاحك. بصي طبعا كل واحد بيقابل حاجات كتير في حياته من الاول خالص. يعني انا بادئه مثلا بقالي بتاع 5 سنين. 5 سنين؟ خمس سنين او 6 كمان، بس عافرت. يعني بدات الاول اونلاين، الدنيا مش عارفه، يعني حسيتها يعني لسه برضو في الاول، وقابلت برضو حاجات كتير وناس وقفت وناس قالت لي لا او ناس قالت لي ما ينفعش. يعني فعلا لقيت ان حد بيعرض كليتي. ايوه ما ينفعش. وطبعا انا في مثلا اونلاين ساعات انا ما كنتش اعرف حاجه، مثلا اسمها شركات شحن، ما اعرفش ايه، كنت انا اللي بوصل ساعات. فاللي هو رحت اماكن ما رحتهاش. هو اي نعم في ناس دلوقتي بتشتغل ده فعلا، بس فعلا 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 البنات بتقابل ازمه جدا كبيره جدا في الموضوع ده جدا بصراحه. بس يعني مع الوقت كده خلاص ابتديت، كان ليا حلم بصراحه، يعني ان انا ابقى في حاجه اسمي مسمع في مكان، يعني ما اعرفش، بس كان نفسي بصراحه. ابتديتها صفحه الاولانيه، برده كانت بنت خالتي برده كانت معايا وكانت مسانداني، اختي وحبيبتي، قالت لي خلاص ماشي تعالي نعمل. بدانا اتطورنا بعد كده صفحه تانية، وبعدين انستجرام. حلو جدا. لان الدنيا مشيت يعني الحمد لله. قولي لي انت متجوزه ولا؟ متجوزه ومعايا ولد وبنت. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يخليهم ويبارك لك فيهم. زول كان ليه دور معاكي ولا كان من المعارضين ليكي؟ لا والله لا انا مش بوقع يا جماعه والله. لا هو لا بصراحه، لا هو عمره لا ما عارضنيش يعني في حاجه، بالعكس هو غالبا هو دايما مسافر، بس كان بيحفزني بصراحه من هناك يعني على طول. حلو جدا. دايما يقول لي لا عايزي شوفي اكبري صراحه، يعني كان سندك وفي ظهرك. دي كانت احسن حاجه. يعني اعتقد ده اكتر حاجه كان قوي مني، بيحفزني صراحه. لا طب كويس جدا الحمد لله. خلاص الحمد لله طلعت سليمه. هي مش لا الحمد لله عدينا عدي الحمد لله. قولي بقى إيه، انت عندك على الجروب ايه الحاجات اللي عندك على الجروب؟ يعني انا مش عايزه احرق الموضوع وانا اقول، انا شفت الجروب هو، فانا عايزه اعرف انت قولي للناس ايه الحاجات اللي بتجيبيها عندك على الجروب، ايه الحاجات اللي بتتباع، ايه الحاجات اللي دايما الناس بتطلبها منك. اشتغلت في كل حاجه يعني، اشتغلت في الشعبي عادي. ده لي جمهور كتير طبعاً. او لي ناس كتير، عملاء كتير، وفي ناس بقى ابتدت تطلب مني بصراحه من حوالي سنه كده براندات. تمام. ده بقى يعني اللي طور معايا الدنيا شويه، فابتديت اجيب براندات بقى. يعني انت بتجيبي براند اصلي؟ اصلي. لا مش هاي كوبي او لا. ناس كتير بتشتغل عادي في الهاي كوبي والحاجات دي، بس انا لا بجيب براند طب اصلي. بصي بغض النظر بقى عن اسم البراند، تمام، مثلا بتجيب براند منين او ساعات بجيب من دبي بصراحه والامارات عامه يعني، وساعات من ايطاليا. طب والله حلو جدا. لا ده احنا شغل عالي بقى. نفسك الخشب زي ما بيقولوا. مش عارفه اقول لك ايه. طب قولي لي ايه الحاجات اللي يعني انت شغلك اغلبه بنات مثلا حريمي؟ هو الاول خالص انا كنت بادئه بناتي يعني بنات. كان اغلب شغلك؟ كان الاغلب. وبعدين بقى لقيت الكل، طب مش عارفه عندك كذا وميك اب، ودخلت بقى في كله يعني.
اطفال، شبابي، ميك اب، اي حاجه. بس يعني لقيت الدنيا يعني كلها بقت تمام، مشيت في كل حاجه. بس الاول كنت بدأ بحاجات معينه يعني صغيره كده. ما طبيعي، هو مفيش حد بيبدا كبير يعني، دايما بنبدا في يعني حاجة قلت اجرب، كنت بجرب في الاول. لكن انت انا بصي يا بنات ويا شباب، انا دخلت على الجروب عندها لقيت حاجات تحفه. كمان الصور هتنزل دلوقتي على الشاشه. عندها حاجات شبابي وعندها حاجات بنات ولبس خروج ولبس بيت واطفال، وكمان عندها ميك اب وعندها اكسسوار. بص مش سايبه حاجه يعني، هي خلاص هتغطي السوق وهتبقى فعلا براند، وان شاء الله هتحقق حلمها تكون براند عالميه باذن الله. طيب عايزاكي تقولي لي ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب منك؟ يعني انا يعني خليني اسالك سؤال بصيغه ثانيه، هل في حاجه معينه مثلا البنات بتطلبها، براند معين وانت بتقدري تجيبيه؟ يعني مش مثلا تقولي لها لا مش عندي، لا مش عارفه ايه، لا كتير غالبا برضو بيبقى مثلا ساعات الوقت ما بيبقى مثلا حاجه مش موجوده فعلا اوريدي مش موجوده، فبرضو بس انا يعني بجيبها، لازم اجيبها. لكن لو مش بقدر طبعا بقول، بس هي لا يعني الحمد لله مشيت وخلاص يعني، الحمد لله اغلب الحاجات اللي كل الحاجه بتلاقيها. ما حدش طلب مني لحد دلوقتي حاجه بصراحه انا ما جبتهاش يعني في البراندات والحاجات دي. طب حلو. بالنسبه بقى للاسعار بتاعتنا، على قد ايد الناس ولا في وفي؟ عشان ما بقاش كدابه يعني، يعني في الشعبي طبعا متناول، البراندات معروفه معروف طبيعي اسعارها، اسعارها هتبقى عاليه لكن طبيعي. لكن لا في حاجات طبعا عندي في متناول الجميع يعني. طيب حلو جدا. اكتر العملاء بتوعك بقى بيكونوا ايه؟ اطفال بنات. ولا اكيد مش هيكونوا شباب يعني؟ بصراحه البنات، بصراحه البنات. بيبقى ايه اكتر حاجه ممكن تطلب منك؟ عادي ممكن الترنجات، دي اكتر حاجه، والميك اب ساعات. طبعا الميك اب ساعات مثلا بقى ممكن عرض حاجه وهم يدخلوا يسالوني عن حاجه تانية خالص يعني. عايزين ميك اب، عايزين يعني لما بيقولوا مثلا عرض حاجه بيقول لك بيسالوك، ممكن يسالوك على حاجه تانية، على حاجه تانية اللي هي دي فكرتهم بدي يعني. طالما يعني انت عندك براند عندك كذا اقول تمام يعني. بصي احنا معانا الصور دلوقتي برضو بتتعرض اهي، بتقدري تكلمينا عنها. تمام. ده شبابي ده ولا اطفال؟ عشان انا برضه في في معانا لا ده اطفالي. ده اطفال. ده اطفالي كلها، جواكت برضو كانت جايه برضو براند برضو ايطالي. حلو جدا. مستورده كلها، وحاجات كتير بقى يعني بجيبها يعني. اشتغلت برضو في الاطفال براندات، انا كنت شغاله برضو شعبي بس دخلت برضو في البراندات كمان. حلو جدا. احنا معانا برضو باقي صور بتتعرض. طيب قولي لي بقى، واحنا والصور بتتعرض ايه اللي بيميز سيلا ستور؟ ان انا يعني في بيدجات كتير قوي بتشتغل مثلا شعبي بس، وفي بينزلوا هاي كوبي. انا لا بجيب البراندات يعني، هي اللي بيميزها ان انا دلوقتي بقى في براندات معايا. مثلا عايزه شنط، شوزات، اي حاجه. ايه ده انت كمان عندك شوت؟ ده انا تقريبا كده انا ما شفتش الفيديو كويس، لما اروح هشوفها على الانستجرام الاغلبيه. هشوفها تاني. هتلاقي على عندك شوزات؟ والله مش. طب دي حاجه كويسه جدا يعني. انت بتعملي كل حاجه وبيجيبي كل حاجه، دي حاجه حلوه يعني. على فكره انت ان شاء الله، والله مش كلام بس على هوا او كده، انت ان شاء الله قدام هيكون ليكي براند حلو جدا باذن الله. حلمي بصراحه يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله هتحققي. بصي انت بعد 5 سنين يعني، بس خلينا انا كمان يا جماعه نبارك لدعاء على الهوا على المكان بتاعها الجديد. هي فعلا جابت المكان بتاعها، هو المكان تقريبا افتتاحه كمان حوالي 3 ايام او حاجه. تمام. فاحنا بنبارك لها، بنقول لك مبروك يا دعاء على الهوا. دعاء حققت حلمها، هو طبعا مش هو ده الهدف الاكبر. تمام. ولكن ده يعني يعتبر اول تحقيق هدف، بدايه. صح كده؟ تمام. يعني اونلاين بس بقى في مكان، لان كتير بيسالوني. كنت طبعا برضو ما فيش مكان، طب انت مكانك فين؟ طب نجي لك. فطبعا انا كنت في البيت، فحاولت بقى ان انا يعني ادور على مكان كويس ويبقى برضو الكل يبقى عارفه. بس طب ما تقول لنا العنوان بقى عشان الناس تسمعنا برضو تعرف تيجي. هو 12 شارع عباس العقاد، مول جراند بلازا. حلو قوي. كمان موقعه جميل جدا ما شاء الله. ربنا يخليك حبيبتي. اخر حاجه بقى يا دعاء، عايزاكي تنصحي البنات اللي بتشوفنا دلوقتي، تنصحيهم بايه؟ كل واحده عندها حلم، عندها طموح، عندها هدف عايزه توصل له، تعمل ايه؟ لان في بنات كتير جدا بتستسلم. لا طبعا، هو اكتر حاجه طبعا الاستسلام ده ما ينفعش يعني. في ناس كتير بتحطم من البني ادم. لا طب النهارده مثلا قابلت مثلا حاجه صعبه، ما ينفعش.
لا عايزي كملي واشتغلي وما تسمعيش لحد خالص. وطبعا في ناس بتدعم برضو، يعني انا في ناس وقفوا جنبي كتير جدا بتدعم، طلعوني بصراحة قدام، دفعوني قدام. لكن انا بصراحة اي حد كان بيقول لي حاجة ان ترجعني لورا، لا ما كنتش كنتيش بسمع. بتسمعي؟ فنصيحة لا ما حدش يسمع. برافو عليكي، برافو عليكي. احنا كده للاسف وصلنا لنهايه الفقره بتاعتنا. حابه بس اشكرك جدا جدا يا دعاء، انت كنت معانا النهارده. دعاء مكشوفه حبتين بس عادي، يعني انتم هتشوفوها تاني هتلاقوها فكت خالص يا جماعه. خلاص هاخد على كده. بشكرك جدا يا دعاء صاحبه سيلا ستور. يا ريت كلنا يا جماعه نتعلم ازاي نحقق حلمنا وازاي نبقى مصرين عليه ويبقى دايما قدامنا الهدف بتاعنا، مهما وقعنا، مهما اتكعبلنا، مهما حصل معانا، مهما سمعنا كلام يخلينا نيأس، ما نيأس، احنا عندنا هدف شايفينه محدش شايفه غيرنا، يبقى لازم ان شاء الله هنوصل له. استنوني بعد الفاصل هنرجع لكم تاني مع فقره برضو بتتكلم عن النجاح. مع السلامه.